السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا اتفضل. نفع الله قدرك. وإياكم. شفنا كان بس مسألة، كان أحد الإخوة يعني قال لزوجته، سافر السعودية وقال لزوجته قبل ما يمشي قبل ما يسافر على السعودية، هو زوجته غضت فودعها عند أهلها، وحلف على وهو هناك في المسافر، حلف بالطلاق ان هي ما حدش يرجعها غير هو اللي يرجعها. طيب فلما بعد فتره اهلها واهله في ود وبتاع فاتكلموا ورجعوها. كفر كفارة يمين. كان الحلف اللي هو حلفه قال عليا الطلاق ما حد مرجعها غير انا اللي هرجعها. طيب يكفي كفارة يمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. يكفر عن يمينه. لا، هو قال علي الطلاق، ما هو يمين الطلاق كالطلاق المعلق بس أخف شوية من الطلاق المعلق، لأن خرج نخرج اليمين. وي. الله يحسن إليك ويبارك فيك ويحفظك ويسلمك يا رب. تفضل. الله يسلمك. الله يكرمك.